تمشي عدل يا ابن المدهولة. الله يخرب بيت أمك كل اللي فقدت أملك يا ولا. الله يخرب بيت أهلك. مش عارف تشيل شوالي، في سجاير ومناديل كتخيبة. عامل لي راجل بروح أهلك. استنى استنى عنك. ايه ده؟ شايل ازاي كل ده لوحدك؟ أعوذ بالله. وأنا جاي أحسدك، ده أنا جاي أساعدك. عملت اللي عليك وزيادة، ما نعطلكش بقى. هنصرف البضاعة ازاي؟ داني لازم نسد تمنها على العيشة. الله يخرب بيت فقرك. هو الموتور فيه مشكلة ولا حاجة؟ ده ايه النصيحة دي؟ لا ما فيهوش مشكلة، احنا واقفين نتدلع على ام المركب. هتمسحي عرقك بقى وتهدي علينا شوية. وانت مالك ومال عرقي يابا؟ هو انا كنت اشتكيت لك؟ بقول لك ايه؟ لو عايزة تشغلي الموتور اهبط لنا كده شوية. معاكي شنطة عدة؟ يا عم الله يسهل لك، مش ناقصة فاتي وحياة ابوك. أنا غلطان. استنى يا استاذ، بقول لك ايه، مخليه يبص عليه يمكن يعرف يعمل له ايه. عني يعمل له ايه؟ ده لابس لي قميص وبنطلون. ها يعمل له ايه؟ اهي سلبطه والسلام، افهم. على فكره انا سامعك من عندي. ها بقولنا بقى اهبطي بلسانك. بقول لك ايه، اسمه ايه المخلوق ده اللي انت هريتي قفا امه من الصبح؟ محسوبك عليه. معاك شنطه عده علي؟ معايا يا باشا. فين المفتاح؟ متشكرين يا هندسة. بالسامع. متشكرين يا هندسة. سمعت خلاص من أول مرة، بتزعقي ليه؟ أنا ما قلتليش يا باشا اسمك إيه؟ اسم محمود. تسلم الأيادة أبو حنفي. الله يخليك علي. على فكرة في عيل رمة كده جه من شوية نط في المركب، وهو شكله اللي فكلك سلكتين الباور، وبعدين نط في مركب وطلعوا كده. الولد سويركي ابن الورمة. لا مؤاخذة. لا ولا مؤاخذة ليه؟ بس هو فعلا كان باين عليه ابن ورمة كده. طب انا هدعي له يعني ولا ايه؟ لا وحياة امه، نخلص النقلة دي ولينا كلام بعدين. هو مش هيرتاح الا لما نبيع له المركب بالموتور. انا لو منك ابيع، هو الخسران. هو ده موتور ده خرده. ما خلاص بقى يا سيدنا، متشكرين يعني؟ محدش طلب رايك في الحته دي. حقك عليا، انا غلطان. انت اصلك ما تعرفيش المواتير بتعمل ايه في الناس. والله انا ما اقصدكيش، ما تبصليش كده. انا افتكرت الموتور سايلنت كنت اعرفه. السلام عليكم. السلام عليكم. السكه طيب، عايزين نعدي. ما هي واسعه. ما انا عارف.
الخير. صباح الخير. صباح النور. طبعا لسه سهرانه لغايه دلوقتي. انت شايف ايه؟ دي السيجاره الكام بقى ان شاء الله؟ ما عديتهمش والله. وبعدين تفرق معاك في ايه السيجاره الكام؟ يا ريت تخلي بالك على نفسك انت بس. صحتك مهمه. انت بتكلميني كده ليه؟ الله، وانا بتكلم غلط. انا بنصحك، خايفه عليك يعني. مش احنا اخوات ولا ايه؟ كل ده علشان الواد الحقير اللي ضحك عليكي؟ يا بنتي افهمي، العيال اللي زي دي عيال وصوليه، هيفضل سارح بيكي بشعارات وصور جيفارا وكفاح الطبقه العامله، وفي الاخر كل ده نصب في نصب. يا دي فيلم فوزيه البرجوازيه اللي شكل وعيك السياسي ده. يا اخي انا مش فاهمه، مش فاهمه انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ لا انت ضابط بوليس، ولا انت وكيل وزاره مضطر تطاطل النظام عشان يرقيك، لا انت استاذ جامعه. استاذ جامعه يعني لازم تفضل مستقل عشان تحترم نفسك والطلبه بتوعك يحترموك. ومين اللي قالك ان الطلبه بتوعي ما يحترمونيش؟ اذا كنت انا اختك ما بحترمكش. عشان انت قلت الادب ما تربيتيش. ظروف بقى. ابويا وامي ماتوا بدري، فاخويا ما عرفش يربيني لانه كان مسافر في بعثه. برضه انت ليه مصره تلوميني على اللي حصل؟ هو يعني كان ذنبي؟ ده قدر ربنا. ليه؟ ليه مش عايزه تسامحيني ان انا ما رجعتش؟ ولا انت بتتلككي وخلاص؟ انت عارفه كويس قوي ان انا عمري ما قصرت في حقك، غيرش بس انك انت دماغك ناشفه وعناديه، وفاكره نفسك لما هتضحي بعيلتك واسمها ووضعها وتروحي تجري على شويه عيال تافهه مليانين حقد طبقي، قال ايه هتحققي ذاتك؟ مش ممكن، بجد مش ممكن. فجأة قلبت روتانا زمان. يا دكتور الكلام ده بطل خلاص، بطل من أيام الأفلام الأبيض والأسود خلاص. الأحقاد دلوقتي ما بقتش طبقية، بقت أحقاد شعب بحاله على الحرامية اللي سيادتك بتطبل لهم. والله؟ طب إيه رأيك بقى؟ إن اللي في الأفلام الأبيض والأسود ده ما بيبطلش. وعموما يعني الواد اللي عامل لك فيها مناضل ده وعمال يهتف بشعارات، بكره هيحصل اللي قبله اللي سبقوه اللي كانوا في يوم من الايام في سنه، وهارونا برضه شعارات ونضال، ولما كبروا باعوا بالرخيص وبقوا تجار. اسالي هيثم يحكي لك على الملفات المتلتله بتاعت فضائح البشوات دول وتجارتهم في حياتنا وفي مستقبلنا. بس عموما يعني أنا مش هسيبك لما تكتشف الحقيقة بنفسك. أنا أخوك الكبير ومسؤول عنك وواجبة أحميكي، وهعمل المستحيل عشان أبعدك عنه. هو أنت صحيح يا شامل لما سافرت بره في بعثة الدكتوراه، مش كان ليك علاقات ببنات كتير هناك؟ أنا سمعتك مرة وأنت بتتكلم في التليفون مع حضرة الضابط هيثم باشا صاحبك وحبيبك، يعني كنت بتقوله إنك بتفكر تتجوز واحدة من البنات دول، بس خايف يعني لما تاخدش الجنسية وبعد كده مش هينفع أنت تبقى وزير. إيه مالك؟ مالك مخضوض ليه؟ أنا ما كنتش بجسس عليك، أنت اللي صوتك كان عالي وأنت بتحكي، كنت متحمس يعني كده مبسوط. عارف انا بفكرك بالكلام ده ليه دلوقتي؟ عشان عايزه اقول لك انا احمد كمان عمل معايا علاقه. ومش مره واحده بس، كذا مره كمان. وانا بصراحه بفكر اعمل زيك واتجوزه. يا فجره يا فجره